ايش الفائدة انك تكون بطل ومعك ميداليات وكؤوس وشهادات وانت مش قادر تصرف على اولادك، مش قادر حتى تدفع حق ايجار بيت؟ يعني معقول 3 سنوات وانت غايب علي وبين اتابع اخبارك في الصحف والقنوات ويطلع صاحبي حراف؟ انا كنت اقول خلاص الان صاحبي قد وزلاط وبيمكنها سفريات وسياحة، هو امورك طيبة وسابرة، مش معقول يعني ما بيطلع لكش $5,000 بعد كل سفرية؟ يلا لقى حق مواصلات بدل سفر، يلا يكفي حق اكل وسكن يا رجال، لما ترجع من السفر تحنب حق المواصلات للبيت. والله انه قهر، لو انت في بلاد ثانية مفترض معك الان فيلا وسيارة ووظيفة محترمة كمان. الا عندنا كله بالعكس، وانا مسافر مشان هذا الخبر. انا خلاص تعبت، عندي طموح لازم احققه، قرار الهجرة هذا نهائي. لا لا لا، شوف انا معك في كل الكلام اللي قلته الا هذا الكلام، حاول تراجع نفسك. راجعته كثير بس قال لي يا ليد الحق الباقي من عمرك. بس يا صاحبي هذا الكلام ما ينفعش، يعني لو كلنا تخلينا عن البلاد وسافرنا من اللي بيبقى فيها؟ الحين انت وضعك تمام، انت مثلي مسكين. صحيح انك ضابط وقيت الاول على الكليه، بس شلوا حقك الوظيفه لواحد من العيال الكبار، جلست في الكليه على هذا المعاش، تدرب تدرس وتعطي كل جهدك، نهايتها عملوا لك. يا بنت انت ايش جابك؟ مش على اساس قلتي ما بتسافريش معنا؟ انا ما كنت مسافره اصلا، لانه لا معي لا جواز ولا فيزا تاشيره لدخول جيبوتي، بس القبطان كاجو قال لي ولا يهمك، على ضمانتي انا بدخلك معايا عشان نصور العالقين والنازحين هناك، ويومين بيرجعني عدن. كيف؟ قال بيدخلك بدون جواز وفيزا؟